مساء الخير من القاهرة والناس. نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. قمة مصرية أردنية. موسكو: الربيع العربي لم يأتي بشيء طيب. الفراخ على طريق الدولار. ومارين لوبان وأزمة الحجاب في بيروت. وإليكم تفاصيل النشرة. قمة مصرية أردنية. فقد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وعقد الزعيمان جلسة مباحثات في إطار العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ودفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين. وتبادل الجانبان وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وسبل التعاون في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى بحث استعدادات القمة العربية المقبلة التي يستضيفها الأردن أواخر مارس. وتعاون مصري فرنسي في مجال الصناعة. حيث عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مباحثات مع ناظره الفرنسي كريستوف سيراك لتعزيز العلاقات الاقتصادية. واستعرض قابيل استراتيجية الصناعة المصرية، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الخبرة الفرنسية في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لدعم وتعميق صناعة السيارات المصرية، مشيرا إلى أهمية نقل الخبرة الفرنسية المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بتنمية القدرات البشرية والمهنية وتنمية المهارات التسويقية. الربيع العربي لم يأتي بشيء طيب. هكذا وصف ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الثورات التي انطلقت في العديد من البلدان العربية، مشيرا إلى أن موسكو سعيدة للغاية بأن المصريين حددوا اختيارهم ومصيرهم، قائلا إن سيطرة داعش على 70% من الأراضي السورية كان أمرا خطيرا، لذلك بدأت روسيا عملياتها الجوية بهدف دعم الجيش السوري لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي تدخلت في سوريا بشكل شرعي وفقا للقانون الدولي، لأنها تصرفت بناء على طلب من السلطة الشرعية في سوريا. الفراخ على طريق الدولار. فقد قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية إن أسعار الفراخ تراجعت 4 جنيهات، مشيرا إلى أن سعر كرتونة البيض تراجعت جنيها واحدا، فيما تراجع سعر الأعلاف بقيمة 500 جنيه لكل طن ليسجل 9500 جنيه، وهو السبب الرئيسي في تراجع الأسعار، متوقعا مزيدا من التراجع خلال الأيام المقبلة. جرينوف وآلي في الصعيد. فقد شنت الأجهزة الأمنية حملات موسعة على قرية البلابيش قبلي بدار السلام وبعض المراكز بمحافظة سوهاج، ونجحت الحملات التي استمرت عدة أيام في ضبط 74 قطعة سلاح ناري وذخائر بينها رشاشا وجرينوف و23 بندقية آلية و49 بندقية خرطوش، بالإضافة إلى ضبط عشرات المطلوبين على ذمة قضايا وأحكام. لوبان وأزمة الحجاب في بيروت. فقد أصدرت دار الفتوى اللبنانية بيانا حول مغادرة المرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان وعدم مقابلة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بعد رفضها ارتداء الحجاب. وقال البيان أن وضع غطاء الرأس إجراء متعارف عليه عند مثل هذه الزيارات، وأنها كانت على علم بهذا البروتوكول، مشيرا إلى أن مساعديها قاموا بإعطائها الغطاء لوضعه على رأسها، إلا أنها رفضت وعربت الدار عن أسفها لهذا التصرف غير اللائق. إلى هنا انتهت نشرتنا، ألقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.